السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، مع الحلقة 12 من برنامج الميزان. ونود اليوم أن نتكلم في أمر له علاقة بالأدوار العالية التي يجب أن يقوم بها كل من الأب والأم تجاه الأبناء. وأخاطب في هذه الحلقة الأولاد، اسمعوا يا أولادي، ماذا يقدم لك أبوك وماذا تقدم لك أمك؟ فأهلا وسهلا بكم، نراكم بعد الفاصل. ينادي أين الفرح لو نعلم كم هو قريب، باب لعطاياه انفتح فينا نادى هل من مجيب. أمك تقدمك إلى العالم، أما أبوك يحاول أن يقدم لك العالم. أمك التي تمنحك الحياة، أما أبوك فهو يعلمك كيف تحيا هذه الحياة. أمك تتأكد بأنك لست جائعا، أما أبوك فيعلمك قيمة الجوع. الأم تنمي فيك الاهتمام، أما الأب فينمي فيك المسؤولية. الأم تحميك من السقوط، أما أبوك فيعلمك كيف تقوم بعد أن تسقط. الأم تعلمك كيف تمشي على رجليك، أما أبوك فيعلمك كيف تمشي في دروب الحياة. أمك تعكس في قلبك الكمال والجمال، أما أبوك فيعكس في قلبك وعقلك الواقع والجد. حب الأم تعريفه يا بني منذ الولادة، أما حب الأب تعريفه عندما تصبح أبا. أمك لا تقدر بثمن، وأبوك لن يكرره الزمن. فالبر البر بأبيك وأمك، ولا يخدعنك أنهما يعطيانك الفرصة لتقول وتعبر عن رأيك، أن تتكبر عليهما وأن تقول لا يفهمون هذه الدنيا وهذا العصر وأنا أبو العريف. إياك 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 إياك. أمك أمك أمك، ثم أبوك. ضعهما في عينيك، في قلبك، في روحك، في سجودك وركوعك، في يقظتك وحلمك. ابقهما دائما على مرأى من عينيك. ضع لهما صورة في هاتفك وانظر إليهما وادع الله لهما ولك، فبهما يستجاب الدعاء. تذكر أن الرحمة التي تنزل عليك بسببهما، وتذكر قول الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الأولاد، إلى الشباب، إلى البنات والأبناء. نريد أن نعيد لبر الوالدين أوجه ونوره وبهجته مرة أخرى، ولن نسمح للسوشيال ميديا أن تقتل فينا حبنا لأبينا وأمنا. جزاكم الله خير، أستودعكم الله. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. أماه 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 أماه، هذا اللحن يسحرني
ويلهب الشوق بي والحزن والندما. ما زال قلبك في دنياي يتبعني ظلا حنونا ظلا حنونا وروضا وارفا وحما. فإن رآني في خير بكى لهفا، وإن رآني في سوء بكى ألما. أما أماه أنت حديث الروح إن هدأت أو أرسلت دمعة أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما. أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني؟ وبكفيها تداعب شعري